مسألة تهمنا نحن. نحن الآن ربما الجيل الثاني، نحن الآن نتجشم المسؤولية، لأن يعني نحن الآن الأجيال الأولى بدأت تنتظر، والأجيال الصاعدة هي في حاجة إلى من ينقذها، ونخاف أن تكرر مسألة تمسك غريق بغريق. فهذه مسؤوليتنا نحن عندما نتحدث مثلا عن مسألة المقاصد، هي فقط جزء لا يتجزأ من الإسلام أو من الفكر الإسلامي أو الدين الإسلامي بصفة عامة. ففيما يتعلق بهذا الجانب، مسألة بجانب البحوث العلمية الأكاديمية، بجانب الاجتهادات، هناك الكثير من الجهات بما في ذلك الطلبة والباحثون الذين يشتغلون بهذا الجانب. هنا مثلا في هولندا مثلا كل جامعة وإلا فيها قسم خاص مثلا بالدراسات الإسلامية، وكذلك هناك جامعات إسلامية. فمثلا عندما نطلع على أرشيف هذه الجامعات ماذا نجد؟ أن هناك الكثير من البحوث المتنوعة التي اهتمت بمختلف القضايا، بما في ذلك مثلا السكن، بما في ذلك مثلا الأبناء، بما في ذلك العناية الروحية وما إلى ذلك. لكن الحلقة المفرغة هي نحن، من الذي سوف مثلا يستثمر هذه الجوانب، يستثمر هذه البحوث، يستثمر هذه الإمكانيات الموجودة، من الذي سوف يقوم باستثمارها؟ لذلك فنحن في أمس الحاجة، في مسيس الحاجة إلى مثلا إطار، إلى إطار بحثي، إطار علمي لينطلق. الأمور الآن متوفرة، ولكن فقط مسألة هنا، نحن لا ينبغي أن نعيب زماننا كما يقال، وإنما العيب فينا نحن. وهذا ليس هو جلد للذات، وإنما هذه مسؤولية وسوف نحاسب عليها أمام الله تعالى وأمام التاريخ وأمام كذلك الأجيال الصاعدة. لذلك على هذا الأساس فإن هناك بحوث كثيرة، هناك اجتهادات كثيرة. فنحن هنا مثلا في عكاظ وفي مؤسسات كثيرة، نحن الآن وهذا كلام قلته في لقاء متنوعة، مثلا لماذا نحن لا نبادر مثلا بتأسيس شبكة أو تأسيس مثلا إطار للباحثين؟ وأنتم كلكم باحثون وفي جميع الميادين، في التربية، في العقيدة، في الاقتصاد، في التسيير وما إلى ذلك.